مساء النور على السلامة، أهلا وسهلا بكم الناس كل معنا في موعد جديد من أنت الحب ديما في سهرة الجمعة على نسمة جديدة. شكرا على كل تفاعلات والاقتراحات والملاحظات. ذكركم رقمنا هو 46 200 212 للناس اللي تحب تشارك معنا ولا تبعث لنا ستوريات المحبة. قولوا نحبك، ما تكونوش بخلاء في قول كلمة نحبك، بعثونا الفيديوهات متاعكم ونشوفوها في آخر السهرة. حلقتنا حلقة استثنائية للغاية اليوم لسبب وحيد، لأنه نضعها تحت شعار الأم. هي القصص مختلفة، لكن الحاجة المشتركة بيناتها أنه فما أم عظيمة وأم رائعة في زوز حكايات اللي باش نحكيوها. في الجزء الثاني باش يحذينا شهاب، أو كما سميناها أحنا يحيى، لأنه فعلا يحيى اليوم شهاب اللي تحدى المرض والسرطان وتحول من شخص ما يفوتش الميزان متاعه 40 كيلوغرام بسبب المرض إلى بطل تونس لكمال الأجسام. شنو دور أمه في هذا الكل، وشنية قصة التحدي والأمل اللي بيش نكتشفوها في الجزء الثاني إن شاء الله مع شهاب. وبعد شوية نزوكم في حكاية غريبة وعجيبة وفيها برشا حب، أمي سعاد. سميتها بكل بساطة أمي سعاد. شكوني سعاد هالمرأة هذية؟ تكتشفوها بعد شوية. مشينا المنزل تميم احنا باش صورناها وجبنا لكم قصة ستذكرها وتخلدها الأجيال. ما قبل هذايا، في بداية كل حلقة سعيد انه نستقبلوا حامل او حاملة لمتلازمة داون يجي حذايا في البرنامج وينورني وشارك معايا في البرنامج. واليوم اسمها أسماء فارس. اي أسماء ايجي حذايا ساعة، هاي تفضل للي اي أسومتي. اي عسلام. عسلام. مرحبا. عسلام. شنو هي الحطايط هذي؟ شريتهم برنامج هذول ولا طلعيت؟ البرنامج. البرنامج؟ ومشيت الحجامة من الصباحة؟ ديما هكا عاملة في روحك؟ أي احكي لنا قد عمرك الأسماء أنت؟ أنا عمري 19. 19؟ أي. ونقرا رسم. رسم، أي قالوا لي تصور مليح. أي. برشا ولا شوية برشا ديما تصور في الدار؟ ديما تخربش على الحيوط في الأوراق؟ لا. منظمة. أي وحكي لي شكون جاي معاك اليوم هنا؟ يا ست أنا وماما وخواتي. وخواتك دلولة متى الدار أنت؟ أي. دل وين تقرأ أنت بالضبط؟ وين المدرسة متاعك؟ السنتر. وين موجود؟ باب جديد. باب جديد انت؟ اي. باب جديد. شكون جمعيتك المفضلة؟ ما تحبش الكورة انت؟ لا. تحب الرسمة كهو؟ رسمة. بعد تجي حذانا وتسأل الأسئلة متاعك؟ اي. جيب لنا بعد تصويرة من اللي صورتهم؟ اي. خلينا نشوفوا الموهبة هذي اش فيها بالضبط؟ باهي. وتغني لنا غناية ولا لا؟ ايه. شنو حافظة انت؟ ايش اقرب شوية اقرب، وين هاربة؟ شنو؟ في التليفون قلت لي نتبعكم ديما ونحب نجي حذاكم، شوك حاشمة اليوم شوي؟ كاميرا تمشي تحضر الغنيات وتجيب لنا تصاور وبعد تقابلوا. اي برا مشي بعد رجع لنا بربي تحيه. الأسومة ترجع معنا بعد شويه أسماء باش تشاركنا كالعاده في الحوار. لكل الاولياء اللي عندهم صغيرات تحب يحضروا معنا في البرنامج مرحبا بيكم، فقط شرط وحيد انه الصغير يكون يتكلم. مرحبا بكم على 46 200 212 رقم الواتساب. بما انه حلقتنا تحت شعار الام، قلنا الكوتكور نرجع لواحده من اجمل ذكريات المونديال الاخير في قطر. الناس كل ستكون في ذكراها انتصار ميسي وتتويج الارجنتين باللقب، ولكن الصور اللي مش باش تتنحى في الذاكره بعد سنوات وعشرات سنوات هي صور لاعب بالمنتخب المغربي مع الأمهات متاعهم، وتحديداً سفيان بوفال اللي كل مرة كان يقدم فيها المنتخب المغربي ويتقدم نحو التميز ونحو النصف النهائي إلا كانت صورته مع أمه في التيران، هو يشتح معاها ويرقص معاها. أحلى درس شفناه في المونديال، الأم تكرم اليوم في أنتي الحب. وحبينا نرجع للصور هذه، ما جاتناش فرصة قبل في أنتي الحب باش نشوفوهم، نعاود نشوفوهم باش ما ننسوهمش. وتحية مجدداً لكل شخص ما ينساش وقت اللي يكبر وقت اللي يتشهر انه امه كان لها دور كبير في حياته. وخلينا تو نرجع بيكم ونهزوكم معانا مباشره الى منزل تميم. حكايتنا الاولى تبدلت خلال كتابتها برشا مرات. في الاول كان اسمها مش مرت بابا، لانه باش نحكيو على مرت البو في الاساس، هكايا بدات القصه مع سي جمال. ولكن وقت اللي مشينا لمنزل تميم قلنا كان سنكتفي
بحكاية مرت البو باش نظلموا الأم ومحبتها لبقية صغارها. فقلنا تعرف كيفاش برا نسميوها أمي سعاد وتكون هي بطلة البرنامج لأنه فعلا تستحق. عسلامة سعاد. يسلمك. نجم عايت لك أمي؟ كل شرف. ساعة أنا شو أنا رابحك اليوم راه؟ إن شاء الله ديما رابح. لا ما هو خفص. ما حبيتش تجي؟ ما حبيتش. جينا صورناك احنا في منزل تميم شديت صحيح قلت لي تعبة وهبطهم كيما كنساء الكبار الكل ركيبي ظهري بالحق اكتافي بالحق قلت لك فما طبة وفما دوام تاع الروماتيزم ونزوك القربص مش بعيدة ونعملوا لك اللازم المهم تجي حذايا نورتني انا اي بيك يعيش ينور ذاتك يرحم اميتك يرحم والديك يعيش قلبت لي الحصة يا سعاد ميسي ساعة خير رحمة سي جمال عسلامة سي جمال يعيشك سي نور نجلة عسلامة مرحبا انتوما اخوة أو ما يسمى غير أشقاء خلينا نقوله يعني سعاد تزوجت من والد سي جمال ومن بعد جابت هي بقية الأولاد قصة فيها برشة محبة فيها برشة أمومة فيها برشة إنسانية هيت نكتشفوها معنا احنا جينا حذيكم المنزل تميم صورنا التقرير هذايا هذه حكاية أمي سعاد. يقول المثل الأم مش اللي تولد الأم هي اللي تتعب وتربي وأمي سعاد تستحق لقب الأم في صيغة الجمع. أمي سعاد امرأة عظيمة بالفم والملاء حكايتها تجي قصة ولا مسلسل لكن هي بطلة من واقعنا من أرضنا ومن حياتنا. أنا وقت اللي كنت نجي بحذها سعاد ومبيت بحذ أخواتي ونقعد تمشي تخدم هي الصباح فهمني وأنا نمشي نقرأ بورتون تفاجأ اللي حطت لي في الكرتابة فلوس مصر ساعات نلقى 10,000 هذه نحكي لك في الثمانينات زي حسان معناتها 10,000 راهي في الثمانينات ولا تلميذ معناتها حاجة كبيرة معناتها ما نحكي لكش معناتها كوم كوا كيفاش تستقبلني المرأة يكفي تقول ولدي ولا قلت لك وليت هنا معروف معروف ولد سعاد معناتها في منزل تميم يعرفوني هذا يا مش ولد سعاد غرسل لكن مشي للسبيتال يقولوا لي ولد سعاد غرسل عندي أقول إيه ولد سعاد غرسل. هذا سي جمال مهذبي متقاعد من الحرس الوطني اليوم عنده حياة ومتهني مع عائلته لكنه عمره منسى تفاصيل صغره وحياته. سي جمال توفات أمه وهو في عمر عام في القماطة كما نقوله بوها الله يرحمه عاود حياته بعد فترة وفي عمر صغير يلقى روحه يعيش بين دار مماته ودار بوه. توفات الوالدة الله يرحمها أمي اللي ولدتني أنا عمري عام أمي توفيت عمرها 24 سنة الله يرحمها أنا عمري عام توفيت عام 67 الوالدة الله يرحمه معناتها قعدت 3 سنين ما عاودش حياته عام 70 عاود حياته أنا الفترة هذيك خذتني أمي الله يرحمها فهمتني ربيتني هي ملي أنا صغير بكل الله يرحمها هذيك وإن شاء الله يجعل مثواها الجنة هذيك الفضل الكبير اللي هي اللي أنا وصلت للحالة هذه تو ربيتني وعمري عام مع أخوالي يعني الناس تعرفنا اخوات مش تعرفناش هي معناتها يعرفون اخوات انا عمري عام حتى فرق السن بيني وبين اخوالي مش كبير برشا عشت مع 7 اخوات 4 بنات و3 اولاد عشت معهم خو الناس تعرفنا خو عشت حق عيشة معناتها قول انا الله يرحمها انا الدلول بتاع العائله مدلل فهمتني انا الكل في الكل حاسيلو بابا الله يرحمه عاود حياته عام 70 تزوج امي سعاد حب يسترجعني سايبة شوية للعملية أمي الله يرحمها ما بالموت ما تعطينيش معناتها مستحيل ما حبتش به الوالد كان مصر صحيح به الوالد وقت اللي تزوج وعاود حياته وجاب أختي نجلة هذه وغيرها وبقي مصر حب يسترجعني واللي وصل له قاع في خلاف وجدتي أمي الله يرحمها أمي سعاد كان معناتها تنجم بسهولة تامة تنجم تقول له معناتها مش لازم هلوها المشاكل هي قبلتني حق تقول له تشجع في الوالدة الله يرحمه تقول له ما يسالش نقبله معناتها الله يرحمه ينعمه عام 76 توفى على عمر 38 سنة الفترة هذيك بابا الله يرحمه معناتها يقرب الجدي الله يرحمها معناتها يقرب لها مرت خاله هي معناتها أمي بنت خاله حق تأثرت برشا
جدتي دي اللي ما ربيتني هنا تأثرت ياسر لدرجة كبيرة فهمتني، وولات هي الله يرحمها تشجعني حتى باش نمشي بعد مرت بابا فهمتني، وليت نمشي ونجي عليها وقبلتني قبلتني وعرفتني بأخواتي وولات صلة رحم كبيرة ياسر لدرجة معناتها ما فوق ما تتصور معناتها، وتحسنت علاقة بينها وبين جدتي وليت ثم زيارات متبادلة تمشي لها وتجي ومشي في المناسبات. هي ربي يشدها بصحة بدنها، وقت اللي توفى بابا خلال ثلاثة صغار ولها مبرة رزق وما عندها حتى شيء، امرأة هذه مش خلو مناضلة ومن الزمن الجميل بعشت القارن نوعا. خلال ثلاثة صغار خرجت تخدم عليهم خدمة عاملة في المستشفى الجيبي بتاع مازل ميم، تخدم على ثلاثة صغار قربتني ياسر لأخواتي. مش سهل انك تتحرم من محبة الأم وعطفها وحنانها، لكن وقت اللي قدر بعث في طريق بوه امي سعاد عمره ما حس باليتم. شو الحب؟ انا اقول لك امي مالتها سي حسين امي، شكون ما يحبش امي؟ امي انا سبحان الله امي البيولوجية ما نعرفهاش الله يرحمها، اما هذه انا عندي ثلاثة امات هذه ام منها قبلتهم انا كيما بعد ما جابوا بابا وكل حتى في حياة بابا وتعبت تعبت علينا، أما يعني تقبلت الوضع كما هو ما حاولتش تخلق بيناتنا فارق بما أنه هو الزيتيم ولا يتيم لأم والبو بعد ما مات بابا، معناه كلي تحس عليه ممكن حتى منا أحنا ساعات تقولك اللي بعيد اللي ما مش باش أمه أمه ما يعرفهاش مات بو خليه صغير برشا، يعني كلي حنت عليه ممكن أكثر حتى منا أحنا في فترات أكثر منا أحنا، تتفكروا في العيد تتفكروا في مناسبة مثلا ذكرنا صغيرة فما حاجة نذكرهم كي تشري بكري مثلا قبل كانوا تشري قماش باش تخيطك ما نقولوا لاخواتي سويري ولا سريول تشري تقرا حساب جمال معاهم، معناها حتى ما يجيش هذا اللي بعيد عندي خالتي خيطها تعرف الطي نتاعو معناها بالعين يجي يلقى حاجته حاضره شوميز حاضره سروال حاضر تحسبوا مع جمله محمد وسليم. امي سعاد ما كانتش مرت بو، امي سعاد كانت ام ونص حنينه وطيبه واحتضنت سي جمال كيف واحد من صغارها، عمري ما بخلت عليه بالكلمة الطيبة، قلبها كان كبير يلم الناس الكل. ما صغاري من صغاري ما نفرزوش نبجله هو قبله ليزي هو ما أصغر منه ونقرأ له قيمته هو ليزي أنا من عادتي من ما يزي واحد على واحد مانيش كيف اللي مانيش مرتبوه بجد، أنا مانيش مرتبوه حسبت روحي من نهار اللي جيني للدار حسبت روحي نعوض له أمه ودي مربي وكاو مرأة مناضلة مرأة مجاهدة مرأة مكافحة معناتها سخرت حياتها الكل لصغارها بشو عاشت مع بابا 6 سنين راه خليها 3 صغار معناتها مرأة مجاهدة حق محل احترام راهو في مزلة ميم الكل راهي الناس كل تحترمها راهي تبدا تحمل فيه وتقولهم ولدي اكثر من هكا شنو هو انا بالنسبة لي انا كي تحملني وتبوسني وتقدمني للعباد ولدها اكثر من هكا شنو اللي تحب. هي المرأة التونسية المناضلة اللي تخدم على صغارها تحميهم بعطفها وحنانها، وعمري ما بغلت عليهم بمحبتها، وملي هما صغار سعاد اني تقربهم لبعضهم تقوي اوصار المحبة بيناتهم، بنات معاهم عائلة جميلة يتعطى بها المثل. عندي خويا استاذ الله يرحمه مات قريب حبني من نقعد في الدار ويصرف عليا وانا صغاري ما حبش يخليني نخدم، خرجت انا ومشيت لواجهت خدمة على روحي وقبلوني في السبيطار حكيت لهم مشكلتي وقبلوني وشديت الخدمة وخذيت من نوم وعندي أمي الله يرحمها اللي هي اللي بصغيرتي صغيري أنا مسلم قلت كل 20 يوم خليه ونجل محمدك السعاديكة ولو باش طب يقرأ وخليه ما دخلوش المكتب زيد المدارس ومن بعد عاد أنا وليت عملت على روحي ولا ربي أهلي اللي هي اللي بصغيراتي وأنا نخدم البرة واللي كيف يجيني جمال خولي من عمري ما خممت باش حتى نمزو ولا نقول له كلمة ما هيش باهية ولا أنه هو يعرف وكهو الدنيا تربي كنا مقابين وجلة لعب كل الناس اللي عندهم صورة معينة مرت البوه راهي مش مش بالضرورة مرت البوه خيبة راهي وهو مثال ومسوعات مش بالضرورة مرت البوه خيبة فهمني ثم ناس مرت بو معتها مرت البو في المخيل الشعبي معتها امرأة ما تقبلش ولاد راجلها ولا العكس بالعكس أما راهو
مش نقولوا احنا استثناء، لا، الحالات الغالبه راهي مرت البودي ما بهيرا، الحالات الغالبه، وهذه مثال راه وبرشا امثله كما هكا موجود. مجتمعنا راهو باهي، راهو مش الصوره الخايبه اللي يحبوا يعطوا عليه، راهي مازالت صحيح النوايا من العباد هذوما راهم للاسف بذوي القرض، وراه ما تلقاش نوعيه كيما هكا باش تكفي اليتيم، راهو معناتها فهمني هي كفله ايتام، معناتها ثلاثه ايتام وزاد كفلتني انا معاهم، راهو الكفاله مش كان بالفلوس، هي معناتها سي حسين مش بالفلوس وبالمال، راهو بالكلمه الطيبه وبالربط الاواصر تاع بين مثلا كي ربطت الاواصر بيني وبين اخواتي، معناتها نجم تكون تبعدني عليهم، معناتها وعادي النظرة الموجودة على مرة البود ديما معناها ما تحبش الربيب، نقولوا احنا اللي باش يجي ولد راجلها مهما كان سيفته ما تقبلوش وما تحبوش، تحب العيشة ليها هي لأولادها كل شيء ليها. أمي لا، أمي كلي مثلا قبلته كما هو، فهمت، قبلته كما هو ودخلته في العائلة وكما هو، ولا فرد منا، هو ديجا فرد منا، ما قبلته. مدام سعاد رفضت لقب مرة البو وحملت طيلة حياتها لقب جميل، لقب أمي سعاد. أيا لسعاد، أشنو أحوالك؟ يعطيك الصحة. صعيبة المهمة كانت؟ صعيبة ما سهلة. إنك تكون يعني الحلقة هذه على زوز أجزاء، جزء سنكرم فيه علاش أصريت إنك تحضر معايا. مش سهل في السبعينات امرأة تخرج تخدم على صغارها وعلى ولد رجلها اللي هو صغيرة، تو بعد نرجعوا له الفل، يعني مش 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 ساهل تخرج وتتحدى المجتمع وتمشي وتدخل للسبيطار وتخدم عاملة مصباح لليل وتربي وتلقط الخبز وتبارك الله وتطلع نوارات وعائلات والحمد لله متهني عليهم اليوم. هذا الجزء الأول، والجزء الثاني اللي هو كان في بداية حلقة بداية الحكاية هو مرت البو، مرت البو هالشريرة هاللي 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 تقدم هاللي تضرب هاللي لا مش صحيح، ما صارش. منين نبدأ واي؟ كان سهل في السبعينات. أي مرحبا بيك ساعة نجلة، مرحبا بيك، نورتنا سي جمال. خلينا نبدأ بجمال، أنت كنت صاحب المبادرة، كيفاش جاتك الفكرة؟ خاطر كان جيت من عبد مثلا أصغر شوية في العمر كنت تقبلها، ما أنت اليوم بارك الله بعائلتك بصغارك، كيفاش جات فكرك انك تكرم امي سعاد اللي هي في الحقيقه امك اللي ربيتك ولكن على الورق هي مرت بوك؟ كيفاش جات الفكره هذه؟ والله يا سي حسين بالنسبه لام سعاد عندها معزه خاصه عندي، معزه خاصه معناتها فوق من التصور. نعرفش انا كيما حكيت لك قصتي غريبه شويه كما حكيت لك مثلا امي الله يرحمها ما نعرفهاش، ربيتني امي الله يرحمها هذيك والفضل لا يرجع لها زاد، وربي ان شاء الله يجعل مثواها الجنه، فهمتي اللي معناتها يعطي صوره مخالفه لمرت البو، اللي الوالده الله يرحمه وقت يتزوج حب يسترجعني، ومن حق وراه حق طبيعي باش ولد ويعيش معاه، صحيح معارضة من جدتي أم أمي، معناتها معارضة قوية برشا، تجمع عليك ريحة بنتها فقدتها صغيرة عادي جدا. أنا عمري عام وقت يعني يتزوج، هو عمري 3 سنين، شعور حمائي هيك تحب تخليك عندها. الحاجة اللي معناتها صورة مرت البو حاجة أخرى اللي هي ما عارضتوش، كانت تنجم تعارضه خاطر بابا الله يرحمه أصر صحيح باش يرجعني وهي معرضة. هذا شفناه في القصة، ما نحبش نعاودو. علاش أنت هزيت التليفون وبعثت لي ميساج قلت لي نحب نحكي على أمي سعاد؟ شنو هو المميز فيها المرأة هذي؟ شنو هي الرسالة اللي تحب تقولها للتوانسة اليوم؟ شنو المميز فيها سي حسان؟ باهي، المرأة هذي كيما قلت لك ترملت، هي عمرها 29 سنة، عندها 3 صغار. خرجت خدمة على صغار. 3 أيتام معناتها صغار بكل، ونجلة عمرها 50 وقت توفى الوالد، معناتها 50 سليم ربي يفرج عليه، خويا عمره 20 يوم، فان جور خرجت خدمة على صغارها لين وصلتها، فهمتني؟ وفوق من هذاك أنا زاد قربتني لإخواتي، وليت باش نحكي لك، أنا غريب، وليت أمي الله يرحمها ماتت ما نعرفهاش، ما عندي برشا مرات، معناتها من جملتهم أمي سعاد،
اللي تقدم لي العباد تقول لي كلهم ولدي بعد برشا عباد يعرفوني ولدها يقولوا ساعة ساعة منين جاك هذا الولد هذا كلهم ولدي ولدي الكبير هذا استغربوا نعم. كنت تقول ولدي نقول لهم حتى كيف يجيني للسبيطار ولا في جيراننا ولا نمشي البقعة هو مازال صغير نهزو معايا نقول ولدي عموما هو تو عاد باش يتفاجئوا كيف يراهو برشا ناس ما يعرفوش ولدي أي. لأن فوالا لأنه كلمة قالتها نجلة ربيب يعني ولد ولد الزوج وأنا بعض الكلمات تتقلقني للأمانة يعني في 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 موروثنا اللغوي ما نجمش نقول ربيب فوالا توجع 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 خواته أصغر منه وظل ولدي قول هذه بنتي وهذا ولدي وهذا ربيبي ما نقولهاش ما نجمش نطلعها وما نقولهاش انا يعرف روحه ولا ولدي امراه اخرى مش ولدي وانا نقول ولدي الكبير ولدك الكبير ولدي الكبير حرصت كيما حكي لنا في التقرير انك تقربوا لاخواته ويجي يعيش في الدار يعدي ايامات في الاعياد تخمم عليه هو فما ربي راه مش ديما 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 شدته ويقرا والكل وقت اللي ولات عاد سيبته ولا يجي ولا يجي بعد اخواته ويقعد بعدايا علاش احنا عموما في في, في ذاك في مخيلتنا هنا انت نموذج يكسر هال هال هالصوره علاش نقولوا مرت البو خايبه وقت اللي انت والاف من زوجات الاب ربيو اجيال وكبروهم يعني علاش عندنا الصوره هذه ما نعرفش من عند ربي هكاك ربي خنني عليه ندمج مع صغر مع اولادي الصغيرين اصغر منه وليت فردها فردها حزمه هذاك ولدي وذوك بك هذه بنتي ولقينا اولادي خواته نجل ما نفرقش ارجع بينا شوية للذكريات التي ما حكيتناش يعني كان سهل على أمي سعاد أني تجمع بين أبنائها وابن زوجها وكأنا نفرق مش العباد دي ما تفهمهم هما راهو عائلة واحدة وأخوات دونك هذا اللي الواجب التلفزي باش العباد نجم تفهم أكثر هي على قول مامة بابا يعني إحنا وقتها صغار برشا وهو كانت وقتها مربيته مامته الله يرحمها يعني في الأول هي متقبلة هي معناها ما عندهاش مشكلة لكن كانت المشكلة من مامته والله يرحمها أي يعني قعد مدة باش ولا يندمج معنا ولا يجينا ولا أما على قول مامة بابا معناها اللي ممكن وأنا حتى في مامة بابا صغيرة ما نذكرش ممكن جي البريود الأولى وبعد اللي ولا معناها اللي وصل لليسي البريود اللي وصل فيه لليسي ولا هو خذيه معناها حريته ولا يخمم ولا يجينا بحرية كاملة معناها ولا يجي ولا مرت باهية سعاد باهية أمي مرت بوبية أم بيه وجارة بيه وناس اللي مش شكرت لها أنا بالحق والله أنت كيف تدخل مثلا منزل تميم وناس اللي تعرفها مثلا نقول لهم سعاد ناس كل تعرفها طيبة برشا ما تحبش تحب كما لها كما لغيرها أمي ماذا بها الخير كما يوم عليه أم غيرها سعاد شو تقول تو المرت بو تتفرج فينا وما عملتش الخير في ولد رجلها اي فيس فيرسا زادة يعني زوج الأم ولأنه أنا ديما نقول هذوما الاستثناءات سيئة الأصل هو أنه مرت البو تكون طيبة وزوج الأم يكون طيب هذا هو الأساس شو تقول لهم طيب يتفرجوا فيك يعني قلت هذه الكلمة قلت الأصل كل واحد أقول الله فيهم تقي الله في وليداتك ما كيف كيف الدنيا ما دايما الحد أنا كنا كنت تفرح لنجاحه كي نجح ودخل يقرا وفي عرس وحكي لنا شويه كيف مشي كيف نجح عاد قري وكمل ونجح جاني عاملين حفله في دار حزني انا وبنتي وبتنا وفرحنا وزغرتنا وعملنا كل شيء وقت تقبل في تقبل عمل الكونكور تقبل من وقتها يرحمها حي نفرح النجاح من وانا ماني مربوط عاد بالخدمه من السبعه الماضيه ثلاثة كان نهار لحد هلا راجعين لحكايه الخدمه هذيك سي جمال مانيش اكبر فيك واحييك يقولوا عاده الخدمه في الامن تقسي لا فمش منها الحكايه هذه عندي صحابي في الامن فمش ما احن منها وانت نموذج اليوم وانا علاش بعد ما تحدثنا مع بعضنا مباشره جيت صورت حذاكم في منزل تمين لأنه قلت صعيب باش نلقى عبد يعني قريب لستين سنة ويحب يكرم مرتبه يعني القصة استثنائية سي جمال والله سي حسين تو الاستثناء هو أنا الحق تربيت في محيط باهي تربيت تربية باهية حتى في الخدمة راهو نخدم في الحرس الوطني 35 سنة اللي هو رسمي مدرسة راهو مدرسة حتى للحياة راهو يعلمك برشا حاجات يعلمك يقوي لك شخصيتك معناتها عشت تنجم تقول تربيت تربيه باهيه
لقيت محيط عائلي، معناتها عندي عائله موسعه صلي على النبي، معناتها مش انا عندي عائله موسعه كبيره برشا، معناتها مش ولو امي وبابا توفاو انا عندي برشا، عندي عائلتي موسعه موسعه كبيره، عائلتي توسعت برشا من جبتهم، من جبتهم امي سعاد مازلت ميم يعرفوني ولد امي سعاد، وين نسكن احنا في ارياف الميدا من ولايه نابل يعرفوني مثل ولد جميليه ولد امي اللي رباتي. عندي مثلا خالتي محظوظ برشا امهات تبارك الله، محظوظ عندي حتى خالتي معناتها رضعتني وانا وقت توفيت امي، معناتها ولات اولادها ولاو اخواتي بالرضاعه، معناتها فهمتني ربي يعطيها الصحه وربي يطول في عمرها، معناتها مش مش كل سي حسين انت تو بعدها مش عارف ساعات بعد تغيب علي الكلمات تاثر برشا. ها حنين هو طبعا والله فهمتني انا والله متاثر شويه خاطر مش تحكي لي سي حسين بالنسبه لل انا المراه هذه المكافحه نحبها برشا فهمتني، اما مكافحه مكافحه مراه مكافحه مكافحه، اما حاجة ربي الدنيا قصت عليها وكاو في الاخر الدنيا قصت عليها وكاو، خويا الصغير اللي حكيت لك عليه الحمد لله وكاو الدنيا قصت عليها سليم ربي خل حيو. انا كانت الفرصه باش تحكي معه في التليفون، صحيح هو يعيش يعني ازمه صحيه، ما انا متاكد انه وقت اللي يبدا اي انسان محاط باخوات كيفكم يعبر ويحبوا خاصه بام قويه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله كله عند ربي الحمد لله. كلمة في مرض التسليم معناها كلي برسك فقدنا الأمل، احنا الطب قالنا 50% باش يعيش و 50% معناها كان عاش باش يعيش إعاقة و 50% باش يموت، معناها أين هاني بنتها وصغيرة والكل، معناها ضعفنا برشا، وأمي تبارك الله إيمانها قوي، أمي اللي قويتنا صدقني، ما في الحالة هذيك أخويا قعد قرابة الشهر نكون معناها في غيبوبة كاملة، وأمي هي اللي تقوينا بإيمانها بقرآنها ما شاء الله، وحمد لله ودعواتها اللي ربي استجاب لها، وسليم ما شاء الله معناها كذب يقول قادر كذب عبد القادر، ربي كذب كل الأقاويل وما شاء الله قام، وما شاء الله الحمد لله الحمد لله وين بدنا ونصبح سعاد. راهو فاتوك بالحديث، راه مكرموني وتكريمي شنو هو؟ حجبة الله حجوني طول مش مزيان، مش خليني قلت ما نجيش على خاطر نتكرمت تاتك، خلي لعبة تعرف قصتك، خلي تقول نموذج. انت فيهم العباد هذا ربي اللي يعرف، هذا انا مش العباد، انا مش حاجتي بالعباد. ما يسالش ما يسالش. انا حاجتي بالعباد. يكونوا درس ياخذوا درس. انا حاجتي لو كان نغير نظرة. زوجة اب اليوم ماهيش قاعدة تحب في صغار في ولاد رجلها كما ينبغي، ولا العكس زوج ام ماهوش قاعد يحب في ولاد مرته كما ينبغي، شوفوا كي تحبهم النتيجه، عائله متماسكه متوازنه يحبوك حتى في كبرك ان شاء الله يا ربي أكيد. اللي عنده باش وليد ولا بنيه خلاته امه هكاكه والكل كي تحن علي عجبي ما فيها باش من ضمن صغيرات. سعاد الجزء الثاني من لقائنا هو تكريم لك انت كنموذج لمراه تونسيه معينه، ها واش نقصد بكلامي؟ انت كيما برشا نسات وانسه برشا في السبعينات لقاو رواحهم مضطرين يخرجوا يخدموا، كانت شي عاده خلينا نكونوا مش توا نحكيو على 2010 و2000 ما كانتش كانت قليله وقتها. اي انت ارمله ثلاثه صغار عندك ولدك الرابع سي جمال يلزم تعاون الناس الكل، وانت قد عمرك وقت اللي ترملت؟ 29 مزيانه تصورك رب جاتك عروض زواج إيجا نقول لك هاي هانك نسيت لا ولا تنذكر ولا أنا سهرين أنا سهرين أنا سهرين أنا ربي حب هكاك وتقبلت وخدمت وسانست وكبرت صغيراتي اللي هو وقتاش خذيت قرار لأنه أنا نحب نكرمك زيد شكون بيا تخنق نسأل سؤالي تو أنا بربي إيجا جمال لنا قايس نبدل الكورس إيجا جمال لنا نجيش ايش يا جمال ايش اذا ما نجميش لازمني نقرب لها هنا طب سامحوني باش نبدا اي نجمو نحكيو توا راس راس نجمو نحكيو راس راس تعبني والله اسمعني 29 سنه تعاود تعرس وتحطهم في ملجا ولا يربيهم مع زي ليه ليه وهذا حق اي امراه 29 سنه ما زلت نجم تعرس راي ما زلت صغيره
وقتها شنو اللحظه اللي قررت فيها قلت انا امي سعاد شنخصص بقيه حياتي لصغاري لولادي؟ قلت علاش كبير قلت نخدم على اولادي وانا سليم امي بابا الله يرحمهم وخيتي شيء كلهم الله يرحم شيء يحمل شيء يهز شيء بلهي بيهم في الدار شيء وانا تفرغت للخدمه خرجت نخرج على روحي اي شنو ناخذ اولادي ما انه جاه الاقتراح تاخذ راجل وتعطي لاولادها لطفال بورقيبه معناها فما شكون قلت لي سعاد قلت لي شو ولادي برا بابا مثل جديد وقتها نرد حلت حشك بنوحة اخرى يا برد قلت لي يستحي فقد الزواج بعد وفاه المرحوم ايه؟ على خاطر اولادك مالا على خاطر شكون على خاطر اولادي نتلهي بهم ونكبرهم وربي يعاوني عليهم لم يساوي تضحية سعاد؟ مالا شنو؟ سعاد هكا عيط لي حسين عيط لك سعاد باهي باهي الأم يساوي تضحية؟ زي ما تضحي لأولادها مالا تسيبهم تلواحهم ثلاثة صغار بعدك الكبير أنا بقي أبر كبير شوي والأخرين هكا الصغيرات تكلي ولد 20 يوم 20 يوم؟ ولا 20 يوم نهار 20 يوم صباح كانتش سهلة سعاد؟ إي سهلة الحمد لله رب العالمين تي نعرف ما قلت لك شيخ قلت لك ما تش حمد لله تشوي ما بيتشغل لك التحدي ما بيتشغل لك التحدي انا قاعد زد بقد انا مديت سويقات انا قاعد اي من انت قلت لي ما نجيش وجبتك هكا واك جيت خذ راحتك ما دام جيت خذ راحتك سعاد في السبعينات مشيت خدمت عامله في مستشفى منزل تميم في غرفه العمليات بعد ما درت بالاقسام واصبحت سعاد احد رموز المستشفى ها واش نحب لعبه تعرف انا اليوم انك انت كانت أمي عندها كلمة اللي رحمها تقول تعيش وترحم الله يرحمها بوكم توفى وأنا لبست السروال ديما كنت تقولها والله ما قلتها لهمش ما نعرفيش والله قلتها لكم قولي لهم بوك توفى وأنا لبست السروال والشابو وطلعت فوالا وهذا نحب نكرمهم الأمهات هذوما خاطر يتنساو في المجتمع يذوبوا ما عاد يراهم حد خاطر ما عاودوش عرسوا وضحاوا وإحنا شعب عادة ناكر للجميل جحود ما يقولوش شكرا هما هاو كرموك بحجة بمحبتهم وبلمتهم خلنا نرجع على الكرسية بس كمل تحكي لي تفضل كيف ارتحت مني عادة ليه ما ارتحت والله تفضل سي جمال ليه ما نجمش أنا تعبتني إلا سعاد اليوم أنا أي ما تقصاش علي شنو ما تقصاش علي وين أنا فرحان بيك عايش نكملوا سهرة وحدنا اليوم هكا نطردوهم ونقعد أنا وياك ليه نجدة سعاد من نوع الاخر زاده اللي يحب اما ما يوريش برشا محبته نحسها تغزر عينها كل محبه عينيها قبيله كي حكينا على سليم ربي يشفيه ونحيوه من هالبلاصه عينيها تتعبى بالدموع اما تحط بوز ما تهبطش قعد خايف كلها محبه وحنينه برشا لكن ديما عندها هكا حاجز ما توريش محبه علاقتها قلت لك قبل عاشت دور الام والاب اكثر من معناها سيطر عليها دور الاب أكثر من دور الأم وحنينة أمي دخلنين حنينة برشا وحتى في عائلتها في خالاتي في الكل أمي حنينة برشا ويعرفوها لكن ديما عندها مناكلي هكا يلزم فما حاجز باش ما تفرضش الحنية متاحة وتقولك ممكن كي تفرض الحنية يتحلوا الأولاد فهمت صعيبة وحدها وتربي هذيك علاش مجددا نحب نفسر علاش اليوم نكرم أمي سعاد لأنه نموذج لألاف وعشرات الألاف من نسيت وين اللي فقدوا أزواجهم في عمر صغير وقرروا خذوا قرار في حياتهم نخصص حياتي لأولادي الحمد لله طلعتوا بارين سي جمال واعطيتوها حقها كما كانت تحكي هي يعني هذا الجميل هذا اللي نقوله زرع وحصد الحمد لله شو تحب تقول لها سي جمال قدام التوانسة هذوما الكل اللي يتفرج نعرف اللي ديما تقولها نحبك وديما تزورها أما تو في تلزة شو تحب تقول لها كنا نحبك كهو تكفي تخلي يحكي يا سعاد يا سعاد عني هكا شو عملت لك الليله بتيها تخرج من البلاتو هي بزنا ربي كانت صعيبه هكا حنينه ما صعيبه هكا يعني اي تحرحر انتم عندكم في الهريسه في نابل تحرحر وهي صغيره هي سي حسين نجله اللي عاشت اكثر معها انا حق نتردد عليهم نمشي نجي اما انا حق تفرح بيا كما قلت لك تفرح بيا برشا وقربتني ياسر لاخواتي ما كنتش معناتها الاج معناتها 14 13 وين وليت نعرف اخواتي مليح وليت نقرا في الليسي قبل ما نعرفهمش مليح وليت ساعتها نعرف اخواتي مليح
أما تفرح بيا وتقربني ياسر لأخواتي يعطيك الصحة. وساعات حتى كيما نقعد برشا ما نمشي لهمش ساعات تبعث لي زاد الحق الحق يقال أمي معناتها أم أمي اللي ربتني زاد تقول لي برا بعد أخواتك ما تغيبش عليهم برشا وهي تقبلني في نفس الوقت معناتها بشكل اللي سعاد المحبة في العائلة تصنع أخوات بهين يحنوا على بعضهم يكملوا الرسالة أي تصنع أخوات بهين بالمحبة بالقرب ما تفتدش واحدة لواحد ما تغيرش واحدة لواحد يبقى الانسجام وكل لما يطلعوا فيهين ويطلعوا صالحين ويطلعوا بربي تحية مجددا لسليم ربي يشفيه يعيش يعطيك الصحة وربي إن شاء الله يقومه سلامات وأنا متأكد اللي عنده أخوات كيفكم وأم كما أمي سعاد ما ينجم يكون كان في خير احنا باش نعملوا ترتيحة باش نمشيو مباشرة فقرتنا 21 شارع الحب نستقبلوا حذانا أسماء اللي باش تجي نحكيو معها شوية وعندها ما تسألكم نستقبلوا معنا أسماء في 21 شارع الحب رجعنا لكم في 21 شارع الحب فقرتنا الأسبوعية في برنامج انت الحب لكل الأولياء اللي عندهم مولداتهم من حاملي متلازمة داون مرحبا بكم مع 46-200-212 بعثونا الاسم واللقب عسلامة أنا قاعد نتفرج في تصور نسيتك شكولك أنت؟ أنا أسمع منين جيتني؟ بيبي جديد طيب ديما تعمل دورة في الأسواق أنت؟ أنا صحابي أنتو صحاب؟ واه كيفية؟ في رمضان ولا في السير الأيامات؟ لا صباح صباح وحدكم واحد تحب نادي الافريقي انت اي شبيك لبسه ترجي ها واصفر واحمر واكحل انا نحب السيابي هاوكا الاصفر والاكحل موجودين وانت تحب الكلوب اي هذوما شكون صورهم الا اسماء تفرجوا شنو جابت لي اسماء معها هذه انت بصورتهم اي اخص تفرجوا شنو تصور اش قولك ام سعاد والله يعطيها الصحه ربي ينجح شنو هذا هذه نغزر بالمق هذه الحمار الوحشي اي خلينا نشوفوا الحمار تفرجك الحمار الواحد وهذا شنو؟ وردة هذه وردة؟ اي مزرعتها ولا مصورتها؟ انا صورتها انت صورتها؟ بين الوان هذه الالوان الزيتية ولا الالوان المائية؟ زيتية زيتية زادة تبيع فيهم؟ لا مالا وين حطتهم؟ زينتهم في الدار؟ نحن سنة بتاعي نخدم قواس بتاع خاطرة ما في القواش اي وبعد نعمل نحط شوية ماء بعد نخلط القواس نختم تختم يا بومبك يا بومبك على انا ما دمني مخلي تصور عندي شنو تحب تسال امي سعاد انت شكون يحب اخواتي يحبوا بعضهم قلت لك كيفاش تعمل باش اخواتي يحبوا بعضهم نلمهم مع بعضهم ونقسم عليهم كيف كيف وما نحسدش واحد على واحد والكل كي حتى اللي ما يحنوا على بعضهم ويطلعوا حنا يطلعوا حنانا اه يطلعوا حنا انت عندك اخواتك تحبهم شو اسميهم هما؟ يوسف ومريم يوسف ومريم ما انت الدلول في الدار قالوا لي اي انت ساره اسم امك اي قالوا لي تدلل فيك برشا نحبها انا ماما تحبها ماما اي تهدي لنا لامي سعاد الكاسه وخلينا ناخذ تصويره اي اعطي لماما سعاد الكاسه اي شكرا عايش بنتي يعطيك الصحه امي سعاد نعم شنو الكلمه الاخيره اللي تحب تقولها للناس شو تقول لهم اليوم للعبيد اللي يقول لك ساعات تعبت الام اللي تقول لك مليت من المسؤوليه المرت البول تقول لك شلزني انا ربي في ولاد راجلي انا شو تحب تقول لهم انا قلت له قل لهم اتقوا الله في خلقك وذكم اولادنا كما بنتي كما بنت الناس كما ولدي كما ولد الناس وبرا هما كفروا وربي قصدهم في امهم وفي بوهم ولا في امهم بركه ولا في بوهم بركه يلزم احنا ما نسدوش عليهم نجله تهنيني على أمي سعاد تهنى بحولها أسئلة تدخل جميل نتهنى عليها تهنى عليها جميل سكت اليوم حسيته متأثر برشا اليوم شكرا لأنك أنت كنت صاحب المبادرة في هاللمة هذية سي جميل أي تفضلوا مع بعضنا جيبوا لي أمي سعاد استنى 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 أرجع 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 أقطر شنو تدير بوع ساعة متقلقة مني يا أخت تحب تروح في ساعة ليه مدني جيت ما عادش متقلق لاباس على خاطرك ربحت انت هزمتني انا وربحت لا بوزي كان ما هو ديما الربح هو هاي تفضل هاي نعملوا تصويرتنا ونرجع لكم بعد شويه ديما ما حكيت تحت شعار الام اليوم هاي كيسك بالطبيعه هز معك هاي واه شد تكسر وشد هاي تفضل هاي جا هاي جيبوا هذا الله امي سعاد عملت فينا اليوم ربي لما شملكم اي جمل اي جمل نعمل تصوير اي جمل نسمى ديما عامره بيكم وبنجاحاتكم اغزر لنا الكاميرا واعطينا دعوه باهيه امي سعاد انا قلت لك ربي ينجحكم وحل قسمكم وربي ان شاء الله ديما متالقين وناجحين
انت انت وبناتك وولادك الكل. اي قفي قفي قفي، اغزر لي هنا يا اخي نعمل التصوير، اغزر لي هنا على اليمين.